المرشدية الروحية بالمعهد الأنطوني بعبدا بتقدم قصة بطل. حاسس حالك مضايق ومهموم؟ اليوم بدنا نعرفك على بطل بده يغير لك حياتك، بطل صغير بس أمله بالله كبير. اسمي يوسف خليل وعمري 7 سنين وأنا بالأبتدائي، وهواياتي هن السباحة والفوتبول. نعم. حول من المذكر إلى المؤنث. هذا صبي شجاع. هذه صبية شجاعة. ممتاز يا بطل. يوسف، عندما تعود إلى المنزل يجب أن تكتب هذه الجمل على دفتر البيت. اتفقنا؟ حسناً. نحن عنا 3 أولاد، جنى، يوسف وناي. يوسف هو ابننا الوسطاني. يوسف من وقت ما كان عمره 3 سنين كان يحس بوجع بالمفاصل وبعضامه. ناخده كتير عند حكمة، كل الحكمة ناخده لعندهم، ما يبين شي بالفحوصات، حتى نعمل له صور قد ما يقلنا وقت مفصله عم يوجعه كمان ما يبين شي، يعني كل الحكمة انه واقع او انه ورش. ويوسف اسمه الله كان كتير ورش، يعني حتى بالمدرسة كان ما يهدى، كان كل فترة يقولوا لي بالمدرسة إنه يوسف ما بيقعد محله، إنه يوسف بضل يحرك بالصف. وهيك ضلينا أكيد مع المتابعة والمراقبة ليوسف، صارت يتطور عنده الوجع أكثر، لبعد فترة بين عنده ورم ومفاصله وبطل قادر يمشي. هون دغري فوتناه الجونس ليوسف، وبين عنده نسبة الالتهابات عالية، وارتباطا بوجع المفاصل فقالوا لنا انه عنده روماتيزم، وبلشنا نعالج يوسف من على اساس انه هو عنده روماتيزم. انه يوسف عنده لوكيميا كان خبر صادم. بعثت ورانا الدكتور على الكلينيك اللي بقلب المستشفى لحتى تخبرنا. صدمنا. مها يعني صدمت يعني بشكل كبير، يعني ما حدا بيقدر يشخص او يلخص الشعور اللي حسينا فيه. بوقتها الدكتور قالت لنا انه هيدا الخبر الوحيد اللي هو نيجاتيف، انه يوسف عنده لوكيميا، بس كل الاخبار اللي من بعدها هي اخبار ايجابيه. يوسف بيقدر يكفي حياته بشكل طبيعي، بيقدر يتجوز، بيقدر يتعلم، بيقدر يفوت جامعه. يعني بلشت تعطينا الامل ونحن بعدنا مثل ما بيقولوا بالصدمه. هيدا الامل اللي اعطتنا اياه، بلشنا هيك شوي نتعافى يعني من الصدمة. وهون كم يعني أكيد كل أم وكل أهل أولادهم هن أهم شيء بحياتهم. يعني الأم إذا انجرح ابنها أو إذا دقته شوكة بتحس كأنه يعني كأنه يا ريتها هي دقتها، كيف إنه بهيك خبر طلعت هيك بالسماء، لأنه كان شيء شعور يعني شعور كتير صعب. طلعت بالسماء و قلت له يا رب يا رب انه انت قوي، انا ضعيفه، نحن هلا كثير ضعاف، يا رب انت القادر تعمل كل شيء، يا رب قوينا، يا رب خليك واقف حدنا، خذ من عمري اذا يوسف بوشي، اذا خذ من عمري وبعطيه ليوسف، خلينا نضلنا واقفين حده، يا رب ما تضره، يا رب يكون كل شيء منيح. هون حسيت بشيء ما بعرف، يعني الله مدني بقوه رجع، حسيت كأنه رجعت عم بلملم حالي، كأنه رجعت ما بعرف أوصف الشعور اللي صار أول ما سمعت الخبر، وبس طلعت بالسماء وحكيت مع ربنا. الإيمان هو كتير مهم بهالفترة، هو اللي بيقوينا بهالفترة. هيك يعني رجعنا اتكلنا على الله وطلعنا لعند يوسف على الأوضة. يوسف مش لأنه ابننا بس، هو يوسف كتير
كتير ذكي، يعني ما فيك تعمل قدامه مثل حي الله ولد بعمره انه تقول له الشغله وتمرق عليه، يعني بدقق على كل شغله، يعني اذا كنت زعلانه بيطلع فيني انت زعلانه، اذا حدا ابو شيء دغري بيلقط الشغله وهي مرقه قدامه، ما في يعني ما في غض نظر عن شيء. فبس تفتنا طلع يوسف فيه قال لي ليه زعلانه؟ شو قالت لكم؟ قلت له لا ما شيء، بس لانه بدنا نقعد 15 يوم فانا قلت كمان ما تكون انت زعلانه عشان هيك زعلت، بس انه نحن رح نضلنا مع بعضنا. عم طلع فيه قال لي صفا هو بال 15 يوم كولد بعمره ويقعد هالزربه بالمستشفى. قلت له قام قال لي بس انت حدي، انتوا حتضلوا حدي؟ قلت له اكيد نحن حدا. قال لي ايه خلص، يعني من ايه خلص. وضحك يوسف، ضحكنا نحن، حسيت كانه يعني كانه يعني هو اعطينا الامل، هو قوينا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. مرقت اول 15 يوم كان كل شيء منيح ويوسف عم بيتقبل العلاج، كنت انا وياه كل لحظه كل يوم بيومه انا وياه بالمستشفى، اكيد حسن كان يروح على شغله. فقعدنا 15 يوم كثر خير الله، كان جسمه تقبل كل العلاج ويوسف بلشنا نحسه عم بيتحسن. ثاني مرحله من بعد ما ظهرنا هي مرحله بفوت فيها يوسف 5 ايام على المستشفى وبيظهر، فكمان مرقت الحمد لله كلها منيحه. هلا صرنا بالمرحلة اللي بفوت يوسف كل جمعة نهار على المستشفى بالجمعة، وأكيد بتتقطش المراحل إذا الدواء كان أثر عليه أو إذا مرق بفترة عنده حرارة أو شيء، بس كتر خير الله على كل شيء بإيماننا وبصلاتنا وبصلاة الكل اللي حابين حوالينا. هو عنده 146 جلسة علاج، نحن صرنا بجلسة رقم 24 وبإذن الله مكملين واتكلنا على رب العالمين وعلى صلاتنا وعلى كل المحبين، لأنه بهالفترة كتير بتكون بحاجة لحدا يوقف حدك، لحدا تتكي عليه، لحدا تبكي قدامه، ولحدا تظهر، لأنه ما فيك قدام الأولاد قدام تعبر عن هالشي اللي عم بيصير هون. أكيد الأهل وقوفهم حدنا كتير ساعدنا على هالشي، والحمد لله يا رب على كل شيء. وبإذن الله بإذن الله باتكالنا الله بصلاتنا اللي كل يوم لازم تستمر، نحن مكملين ليخلص يوسف هالمرحلة. في مرة أنا عم سوق بالسيارة ويوسف حدي قال لي ليش عم تبكي؟ قلت له لا ما عم ببكي. مثل ما قالت مها، يوسف صبي ذكي. أنا ما كنت عم يعني كانوا مغرغرين عيوني، بس يوسف فعلا صبي ذكي، وفعلا هو اللي عطانا السابورت. يعني أنا لما مثل ما قالت مها، لما فتنا لعنده على الأوضة وشفناه عم يضحك، سبحان الله، الله بهيدا الوقت حط هالابتسامة على وشه لحتى نحن ناخد قوة وصلابة لنقدر نوقف حده. كتر خير الله بفضل رب العالمين، بداية الدكتور، أهلنا، محبيننا، الأصدقاء. إن شاء الله هيدي المرحلة بتقطع على خير وبتصير من الماضي وبتصير من الذكريات اللي منحب نتذكر الاشياء الحلوه اللي فيها، ما منحب نتذكر الاشياء البشعه اللي فيها. انا اكيد بدي احب الشرير وكلهم عم يشجعوني لهيدا الشيء، عائلتي وكلهم، وانا بضلين بصلي لله عشان ما حدا يمرض مرض، لانه المرض هو ابشع شيء بالحياه، لانه بتصير بدك تفوت على المستشفى وهيك، فانه ما فيك تعيش بحريه. انا هلا مريض بس بكره رح اشفى، وتعلمت من مرضي ان اكون قوى وصبور، ودايما بقدر الصحه اللي اعطانا اياها الله، وبضلين بقول كتر خير الله، ولازم نستفيد بالوقت مع العيله، نلعب سوا، ناكل سوا، ونحضر تي في سوا، لأن الحياة نعمة من عند الله. هلأ بدنا نلعب لعبة إنه أنا بدي ضحككم، أوكي؟ واللي بيتضحك بدي أحط هيدا السطل براسه، أوكي؟ جاهزين؟ 1 2 3 يوسف! يوسف! مش عم بقدر اقلش على شيء بالسطح، اشفر بقصة يلا اقطع بقى حطه يلا ناا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 ا
شوف.